السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله نستعرض على حضراتكم ازاي نصلح الفلاشات التالفة وكروت الميموري ايا كان سبب العطل باستخدام برنامج من اقوى البرامج المتخصصة في اصلاح الفلاشات وكروت الميموري. طبعا انا استخدمت البرنامج ده وجربته على اكتر من فلاشة والحمد لله تم اصلاحها بنجاح. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الأولى اللي احنا هنعملها ان احنا نفتح المتصفح بتاعنا ونيجي في خانة البحث اللي فوق ديت، نضع رابط التحميل وان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف، وبعد كده نضغط على مفتاح انتر من لوحة المفاتيح، هيفتح معنا الموقع الرسمي بتاع البرنامج. هنبدأ نحمله بمنتهى البساطة. هننزل تحت الحديث منجيب اللي هي HDD Low Level Format، نضغط عشان نبدأ عملية التحميل. هنضغط على Close وننتظر لحد ما عملية التحميل تبدأ معانا، لحظات بسيطة. زي ما حضرتك شايف كده عملية التحميل بدأت، برنامج صغير تمام، انتهى عملية التحميل. هبدأ أضغط على فتح عشان أبدأ أعمل عملية سيتاب للبرنامج. أقول له نعم، أقول له نيكست 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 Next Install، أقول له Finish. زي ما حضرتك شايف كده ظهرت الأيقونة بتاعته على سطح المكتب وظهر الشاشة ديت على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هقفل الشاشة ديت تمام كده، هيفتح معايا البرنامج بالصورة ديت. هقفله مرة تانية. الخطوة اللي بعد كده إن أنت تحط الفلاشة اللي هي فيها مشكلة أو ما بتشتغلش أو مش قابلة للفرومات، وتبدأ تضغط على الأيقونة بتاع البرنامج اللي موجود على سطح المكتب وتقول له نعم. تمام، هيظهر عندك ثلاث خيارات. الخيار الأولاني ده لو أنت كنت هتشتري نسخة مدفوعة، وهنا لو أنت هتدخل على البرنامج بالسيريال الأصلي اللي أنت اشتريته، وهنا لو أنت هتشتغل بالنسخة المجانية. أنا هشتغل بالنسخة المجانية، هضغط عليها هيفتح معايا بالصورة ديت. زي ما حضرتك شايف كده ظهر معايا ثلاث خيارات. الخيار الاولاني ده الهارد الاساسي اللي هو هارد سامسونج، وده هارد التخزين، وده في الاخر الفلاشه. الخطوه دي من اهم الخطوات، عشان كده بطلب من حضرتك ان انت ما تسرحش الفيديو او تجريه عشان ما يحصلش معاك مشكله، لان انت ممكن تفرمط بالخطا هارد من الهاردات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك. لازم تظهر معاك الفلاشه بتاعتك ولازم تبقى محددها بالصوره ديت، لان انت لو اخترت الخيار اللي فوق ده او الخيار اللي فوق ده هتفرمط الهاردات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك. فانا برجو من حضرتك ان انت ما تسرحش الفيديو عشان ما يحصلش معاك اي مشكله. تمام، تتاكد طبعا ان الفلاشه بتاعتك ظهرت هنا والاسم بتاعها ظاهر، وزي ما حضرتك شايف كده موجود عليها USB Kingston Data Trouble، يبقى انا اتاكدت ان دي الفلاشه بتاعتي خوفا من ان انت تفرمط الهارد ديسك بتاعك. باكد على المعلومه دي مره تانية، انا مش مسؤول لو حضرتك سرحت الفيديو وما تنبهتش لهذا الموضوع، تذكر ان انا نبهتك. تبدأ تضغط على كونكشن تمام كده اهوت، هيظهر معاك البيانات بتاع الفلاشه الخاصه بتاعتك. هتبدأ تاخد اللي هو الخيار الثاني ده لو ليفل فورمات تمام، وبعد كده تضغط على الفورمات زيس ديفوز. طبعا في الوقت ده حضرتك لازم تكون متنبه ان كل الداتا اللي موجوده على الفلاشه بتاعتك سوف يتم مسحها نهائي بصوره لا رجعه فيها. طبعا كلنا عارفين ان الفلاشه اصلا فلاشه تالفه او فيها مشاكل، فانا يهمني ان انا ارجعها للعمل مره ثانيه. فحضرتك هتضغط على اللي هو فورمات تمام كده اهوت، هو هنا بينبهك ان كل البيانات اللي موجوده على الفلاشه بتاعتك هيتم حذفها بصوره نهائيه. تبدا تقول له نعم. كل اللي مطلوب منك في الوقت ده اهوت ان انت تنتظر وما تستعجلش خالص. طبعا الموضوع ده ممكن ياخد وقت كبير حسب حجم الفلاشة الخاصة بيك. لو كانت الفلاشة صغيرة هيبقى الموضوع سريع، لو كانت الفلاشة بتاعتك كبيرة هياخد معاك وقت تمام، وحسب المشاكل. طبعا ايه اللي بيحصل دلوقتي، هو بيعمل عملية تهيئة وإعادة سوفت وير للفلاشة الخاصة بيك تمام، وإصلاح كل المشاكل الموجودة في الفلاشة، سواء كانت أخطاء بسبب الاستخدام او بسبب فيروسات او بسبب ان الفلاشه محميه او بسبب ان الفلاشه ما بتقبلش فورمات او ان هي ما بتقراش على جهاز الكمبيوتر. كل اللي مطلوب منك في الوقت ده ان انت تنتظر وما تستعجلش خالص، وتابع معايا الفيديو. طبعا انا هوقفه عشان ما اطولوش عليك، وارجع ليك اوري لك ايه الخطوه اللي هنعملها بعد كده. يا ريت تتابع الفيديو للنهايه عشان ما يحصلش معاك اي مشاكل.
تابع معايا الفيديو. طبعا زي ما حضرتك شايف كده، عملية الفيرومات بتاع الفلاشة تمت بنجاح. ايه الخطوة اللي هنعملها مع بعض؟ تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة اللي بعد كده حضرتك هتروح داخل على اللي هو ماي كمبيوتر، تمام كده اهوت، وبعد كده هتظهر معاك الفلاشة بالصورة ديت مش مقرية. كل اللي انت هتعمله في الوقت دوت ان انت تبدأ تعمل لها عملية فيرومات عادي خالص. تضغط عليها، تعمل عليها كليك يمين، تبدأ تضغط على عملية تهيئة، تمام؟ زي ما حضرتك شايف كده، هبدأ أعمل عملية تهيئة سريعة للفلاشة الخاصة بيا. طبعا المساحة بتاعتها أصبحت مقرية أهي، هي 3.74، يعني 4 جيجا. طبعا هو رجعها للنظام القديم بتاعها اللي هو فات 32، ممكن بعد كده رجعها لـ NTFS، مفيش أي مشكلة خالص. هبدأ أضغط على ابدأ، تمام كده اهوت. هو بيقول لي هيتم مسح البيانات، طبعا هو تم مسح البيانات بالفعل اللي كانت موجودة على الفلاشة. هبدأ أضغط على كلمة موافق وانتظر لحديت ما تبدأ عملية التهيئة. زي ما حضرتك شايف كده، تم اكتمال عملية التهيئة بنجاح. أضغط على موافق، أبدأ أضغط على إغلاق، هبدأ أقفل البرنامج بتاعي، تمام. أبدأ أدخل على ماي كمبيوتر وأشوف الفلاشة بتاعتي تم إصلاحها بنجاح ولا لا. زي ما حضرتك شايف كده، الفلاشة بتاعتي أصبحت مقرية USB، المساحة بتاعتها أصبحت مقرية، تمام كده اهوت، مفيش أي مشكلة. هبدأ أجرب أنقل عليها ملف من الملفات اللي موجودة ونشوف هل الفلاشة بتقبل عملية النقل ولا لأ. أبدأ أختار مثلا أي فيلم من الأفلام اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي أو أي ملف حضرتك عشان تتأكد إن هي بتبدأ تنقل، مفيش أي مشكلة، تمام. أبدأ أقف على الفلاشة، أبدأ أعمل عملية لصق، تمام. هقفل دي، أنتظر لحديت ما تبدأ عملية النقل. زي ما حضرتك شايف كده، هو بيبدأ عملية النقل. زي ما حضرتك شايف، بدأت عملية نقل الملفات على الفلاشة بدون أي مشاكل. طبعا الفلاشة بتاعتي من الفلاشات القديمة، عشان كده سرعة النقل فيها ممكن تكون بطيئة. طبعا كل اللي بطلبه منك أثناء عمل البرنامج ان انت تتابع الخطوات اللي انا عملتها وما تسرعش ولا تقدم عشان ما يحصلش معاك اي مشكلة في الفلاشة بتاعتك وتقدر تستعيدها بنجاح. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.